ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 424 شهيدا وأكثر من 2300 مصاب، ولحق دمار كبير في الأبراج السكنية والشقق وممتلكات المواطنين، وقصفت طائرات الاحتلال منازل في عدد من المدن بالقطاع من رفح جنوبا حتى بيت حنون شمالا. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد عدد من الفلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال، فضلا عن إصابة أكثر من 50 آخرين.